ومن ضمن فريق العمل محمد السالم في أول تجربة تمثيلية بعد الغناء. أما البطولة النسائية في العمل فحتكون لهنا شيحة وهنا دمهنة. أما منذ الرياح فالكل بانتظار يشوف دوره هالمرة، خاصة أنه غائب عن الأعمال المصرية من سنتين من وقت مسلسل أبو عمر المصري. اسمي هنا الشيخ حمزة. يعني هو من أخطر النصوص اللي قريتها صراحة، وأنا من زمان كان نفسي أني ألتقي أنا والنجم طارق لطفي صراحة، والحمد لله جاء الوقت والورق المناسب. حابب أشكر